شكرا سيد الوزير. ننتقل معكم لآخر سؤال وجاء إليكم في هذه الجلسة حول تأهيل المساجد التاريخية، وأعطي الكلمة لأحد المستشارين من فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا سي عبد القادر. سيد الرئيس، سيدين الوزيرين، سيدات والسادة المستشارين، تساؤل الذي طرحه السيد الوزير حول تأهيل المساجد التاريخية ببلادنا كمولود ثقافي وحضاري، وفي مقدمة هذه المساجد المسجد الأعظم بمدينة سالة. الكلمة لكم سيد الوزير للجواب. أشكر السيد المستشار المحترم والفريق فريقه. يحظى هذا المجال باهتمام وعناية خاصين من الوزارة التي ضمنت خطة الارتقاء بالمساجد التي أطلقتها سنة 2004 وضمنتها برنامجا خاصا وطموحا للحفاظ على هذا الموروث الثقافي وصيانته وترميمه وفق المعايير المتعارف عليها في المحافظة على المآثر التاريخية. هو شيء في غاية الدقة، ماشي البني ديال المسجد هو الترميم ديالو إذا كان تراثي. بغلاف مالي بلغ خلال العشرين سنة الأخيرة 714 مليون درهم. عرف هذا البرنامج ترميم ورد الاعتبار 108 من المساجد التاريخية بكلفة 653 مليون درهم، مباشرة ترميم 28 مسجد بكلفة قدرية تناوز 120 مليون درهم حاليا، وضع برنامجين الأشغال أشغال ترميم 35 مسجد تاريخي إضافي في حدود 2026، إنجاز دراسة تقنية لترميم 36 مسجدا برسم 2024-2026 بكلفة قدرية 180 مليون درهم. فيما يتعلق بالمساجد المتضررة من الزلزال، فقد تم إبرام صفقة مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات لإنجاز خبرات تقنية على 950 بناية دينية موزعة على الجهات الأربع المتضررة، الشروع في تدعيم 10 مساجد كبرى، توفير 152 مكانا بديلا من أجل تأمين استمرارية الشعائر الدينية. كما يتضمن برنامج رد الاعتبار لهذا التراث التعريفي بإعداد جرد تقني مفصل لحوالي 500 مسجد تاريخي، تصنيف 189 مسجد ضمن التراث التاريخي للمملكة، إعداد دليل ترميم المباني التاريخية، توجيه مختلف المتدخلين إلى أساليب وتقنيات المحافظة على العناصر المعمارية، إحداث مشروع ذاكرة المساجد وهي ذاكرة رقمية تضم الوثائق المكتوبة والتصاميم المعمارية، إحداث نظام معلوماتي للتعريف بالمساجد التاريخية، إعداد مخططات تدبير خاصة بالمساجد التاريخية الكبرى المهمة، متابعة مشروع التدبير المعرفي لتطوير كفاءة المهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين خاصة في مجال المحافظة وحماية التراث الديني، تنظيم يوم دراسي تحت عنوان من أجل مدرسة مغربية لحفظ وترميم التراث العمراني بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمسجد محمد الحسن الثاني، تدعيم الفريق التقني بتوظيف مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لهذه المؤسسة، والوزارة عازمة على تكثيف هذا المجهود ومواصلته ليشمل إصلاح وترميم جميع المساجد الأثرية على المدى المتوسط والبعيد. والشكر لكم. الكلمة لكم السيد المستشار المحترم في إطار تعقيب. السيد الوزير، أولا لابد أن نثمن الجهود المبذولة للعناية بالتراث الحضاري والثقافي والديني للمملكة عبر مؤسسة المسجد، اللي هي مؤسسة لها أدوار متعددة سواء على المستوى التربوي أو على المستوى التأهيلي وكذلك على المستوى السياحي. ونعرف أنه هناك إشكال فيما يتعلق بالصيانة، لكن كاين ارتباطات داخل هذا المدن، لهذا تنطلب أنه الوتيرة شي شوية تسرع. مثلا المسجد الأعظم في سالة، أنا كمسؤول منتخب محلي عندي مشكل مع دوك الجوار ديالو، الناس عندها واحد ارتباط وجداني بهذه المؤسسة يوميا، تنقول مودي راه 18 شهر كاينة في الصفقة وراه كذا، هذا الشيء ما تيقنعهمش. هما عاشوا في ذاك المسجد، بغاو تيقول لك ديما نموتوش الا وحنا في هذا المسجد. اذا 18 شهر حنا تنطلعوا، لانه كان واحد الوقت توقف العمل، الان تنطلعوا للاعمال اللي كاينه اللي هي اعمال جاريه، ولكن تنطلبوا انه الوتيره تسرع ما امكن، لانه هذه المساجد عندها واحد وقع
على المستوى هذه المدن العتيقه وعلى النسيج العتيق، خصوصا انه مدينه سلا اليوم تتشعر واحد التحول بالاتفاقيه ديال التنميه ديال المدينه. فالعقد سيكتمل، ولكن جوهره العقد هو المسجد الاعظم في هذه المدينه. اتفاقيه غتسالي في 23، المسجد حتى لفيفري 25. تنظن الى يمكن يتبدل المجهود مع المقاوله، ومعنى انه يتم التعجيل شيئا ما على الاقل واحد رمضان. هذا الى فات هذا رمضان، رمضان المقبل ان شاء الله يصليوا فيه الناس ديال مدينه سلا في هذا المسجد الاعظم. ونعرف انه فعلا المساله ديال الصيانه وديال الترميم هي اصعب من البناء، نظرا لهذه الخصوصيه ديال هذه المساجد. ولكن ما يمكن الا بهذه المناسبه نثمنوا الجهود المبذوله في هذا الاتجاه للحفاظ على هذا الموروث الحضاري والثقافي للمجتمع المغربي وفي المدن العتيقه اللي عنده ادوار متعدده، سواء المسلمين وحتى الغير المسلمين تيبغيو يشوفوا هذيك المساجد ديالنا والبناء ديالها والزخرفه اللي كاينه، بالاضافه للحفاظ على ذاك الموروث التقليدي على مستوى الصناعه التقليديه. واحد العدد من الامور اللي لقينا تنفتقدوها الان هي موجوده في هذه المساجد العتيقه. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير، هل هناك رد في بعض الثواني؟ بغيت نقول للسيد المستشار المحترم، قضيه ديال الترميم اذا قلنا بان 18 شهر 18 شهر توقفات اللي كتوقع لنا بسبب المقاولات وثم القوانين والمرافعات وفسخ العقد والمحكمه وكذا. قلنا في هذا الشيء هذا كاين اللي استمرينا فيها ثلاث سنين وحنا في النزاع، باش فلذلك يعني كونوا معنا. شكرا. بدوري نشكركم السيد الوزير على مساهمتكم القيمه في هذه الجلسه.